السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي قبل نبداو، وكما عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو. اليوم الحصة تاعنا وين دليل جديد يبرئ رياض محرز من اتهامات الجماهير الأهلي القاسية. يعني ماذا فعل رياض محرز بعد المباراة؟ يبدي رياض محرز واحد قال لي قارع المحرز، أودي محرز غادي في نوفمبر تولي عنده 34 عام. مالك نوفمبر 2026 فينك تولي عنده 35 عام. اسي تيبي بدري صغار الناس تروحوا على بالك السينيغال يهضروا على إليو سيسي. كاين لي السينيغال يهضروا، كاين الهيشر اللي يهضر على إليو سيسي، بصح ما يهضرش على العامل تاع إليو سيسي، ما يهضرش على العامل تاع إليو سيسي، فهم؟ ما يهضرلكش على العامل تاع إليو سيسي، يهضر على إليو سيسي بصح ما يهضروش على العامل تاع إليو سيسي. يقولك شي السينيغال تشوف سينيغال استقرار مدرب ومنا راه من 2000 دايرينها من 2013 هو، يا ودي واجا 2017 خرج في الربع النهائي، كيما نقولو حنا دوزيام كبار، خرج في الربع النهائي وراح كوب دي موند، وخرج الفينال 2019 و2022 داها وراح لدوزيام تور كوب دي موند، كان مرشح باش يروح لأبعد نقطة، هاك فاهم؟ هذا هو الاستقرار، استقرار يعني بالتطور، استقرار بالتطور مع من نخسر، ما خسرش مع موريتانيا، راكم فاهمين تشيك تشونغ. المتغطرس هذا وصف وين وصف قطع وين كثير وكبير من الجماهير النادي الأهلي السعودي الجزائري الهندي محرز جناح فريق الأول لكرة القدم. يعني في ناديه نادي الأهلي السعودي، هذا الوصف تكتبه جماهير الأهلي بكثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد كل مباراة لا يتعلق فيها هذا الهندي، والذي انضم إلى قلعة الراقي في الانتقالات الصيفية الماضية قادما من بطل أوروبا مانشستر سيتي الإنجليزي. لكن يبدو أن محرز حصل على الإنصاف أخيرا ضد اتهامه بالغطرسة، وذلك من الأهلي سارسيل الفرنسي، وهي مدينة التي ولد سارسيل الفرنسية وهي المدينة التي ولد فيها. ووفق للصحيفة يعني الصحيفة الفرنسية، استغل محرز تواجده في العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء الماضي لحضور مباراة باريس سان جيرمان ضد برشلونة الإسباني في ذهاب الربع النهائي دور أبطال أوروبا من أجل زيارة المدينة التي زادت كبر فيها. الصحيفة كشفت أن رياض محرز خصص وقت للدردشة مع السكان المحليين هناك، والتقط صور معهم مع تخليد بعض الذكريات الرائعة للشباب، وأشار إلى أن شباب مدينة أشادوا كثيرا بأخلاق النجم النادي الأهلي وقربه من مستمعيه، إلى جانب سهولة التواصل معهم وشخصيته المتواضعة. وشددت الصحيفة على أن محرز يسعى بكل قوته لإلهام الأجيال القادمة في المدينة التي ولد بها من أجل تحقيق جميع أحلامهم. هي راح للبلاصة اللي زاد فيها، مزيان اللي راح للبلاصة اللي زاد فيها، نقول لك مرشح محرز مرشح بقوة للعودة إلى فريقه السابق. كيسموها حقا وين كان يلعب في لايستر سيتي، كان يقول لي ترك طايح على محرز. يا ودي أنا مشي طايح على محرز، أنا محرز الحاجة اللي دارها حاجة كاع مش تاع رجال، والله ما تاع رجال كاع، حية اللي دارها والله ما تاع رجال، نقولها لكم بالتالي كاع، كاش تدير
دارها زوج خطرات ودارها قبل كوب دافريك، يعني في 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 نهار تاع 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 ربص تزوج، عاود تزوج ما فهمت، عنده طفلة يعاود يتزوج، طفلة يعاود يتزوج، ما فهمت الدين هذا، الدين تاعهم هذا اش تاول هذا، هذا الدين تاعش، تزوج الدين تاعو ومن بعد عاود تزوج الدين تاع كيسموها تاع تيروار ولا ماكش سموها كم مالك. ورشحت تقارير إعلامية بريطانية اللعاب الدولي الهندي محرز للعودة إلى صفوف فريقه السابق نادي لايستر سيتي خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة، ما شكيش هذه. وأكدت التقارير بأن اللعاب نادي الأهلي السعودي سيكون من بين أبرز اللاعبين الذين ستسعى إدارة لايستر سيتي للتعاقد معهم في حال ترسيم صعودهم إلى البريمير ليج. ومن المرتقب أن تشاهد الأيام القليلة المقبلة مستجدات جديدة بخصوص مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي. والجدير بالذكر أن لايستر سيتي يحتل الصدارة ترتيب الدوري الدرجة الأولى الإنجليزية، لا عاود ولا عاود ولي بصح كي سنية محاسبين بلي سنية ثلاثة سنين ربع سنين راكم غالطين أجمع باش يكون على بالكم. ايوا ماشي تحسبوها بلي ما تروحوش بعيد، باش ما تروحوش بعيد ماشي يا بدي خليها ربي، انا ما نكذبش عليكم لعاب كيما كنت نبغيه كيما صايك الحاجه اللي دارها كاع ما كاش كاع ما تنتعش باش تعرجل كاع حيا اللي دارها كاع ماشي تعرجل حيا اللي دارها معرز دارها نهار ما روحناش كوب ديموند موراها، يعني ما راكش كابيتان ديك نتايا، تلعب ستة سبعة، أو تلعب بنا ستة سبعة، لا، هاو مالك، تلعب ستة سبعة، يعني ما تما نهار لي خرجنا بنقطة من كوب دافريك تاع 2022، تما قمشي الكوب دي موند ما كنتش تجي، كنت طامع بالكوب دي موند، وكان يقول لك محرز والمدرب المطرود هما اللي ردوا الجزائر الواجهة، ها هذو عندكم الحق عندكم الحق، وما ردونا وما ردونا عندكم الحق، ها محرز هاكو رد كوب دي موند، لا هاكو رد كوب دي موند، هاكو رد كوب دي موند، على ما يديش كوب دي موند. هاو كون يكون داك كوب دي موند ماشي خير، باش باش نعرفو روحنا، شو بيه على ما تهتش على القضية تاع فيها شغل يقول لك خويا تشوف هذا تشوف هذا كما يقول لك كنت ياكم كوب دي موند يا خويا، كنت ياكم كوب دي موند كوم الكاريب انت كوم الكاريب انت ولكم الكريب ونبرك أمورك صاحبي، هذا محرز تاعكم كون فرحكم مي كونت كونت موريتانيا كون خرجكم تجرو كون مركبو تاع كاليزاسيون، هذه هي وتجي تحك بغيت ترده لي نتايا عالمي ولا بغيت ترده بالسيف عالمي ولا يلعب في السعودية عصايك.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتو خوتي.